السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بالذكاء الاصطناعي، بترفع له أي صورة ما تكونش واضحة، لو تعمل لها سكيل هتبوظ، هو بيروح معدل الصورة. طيب خليني أقول له إن أنا عايز أرفع صورة، هدور على صورة كده عندي. وهقول له سبميت وهنشوف هو يعدلها ازاي. كبر بالشكل دوت. طيب خليني اعرف الصورة ديت اهي، والصورة التانية اهي، تمام. وهتلاحظ الفرق بين الاتنين، تمام، بالذات مثلا في الوجه هنا زود فعلا درجة الجودة بتاعت الصورة وخلاها ينفع انها تكبر اكتر.